أريد أن أصل إلى هدفي من أقرب طريق، وأن أختصر الطريق بقدر المستطاع. وشاعر يقول: ما زال يسبق حتى قال حاسده: له طريق إلى العلياء مختصر. ولكن بعد ذلك إنجازا لكتابه وألقى كلمة أمام الجماهير. بين الكتب والمعارف عاش قرنا من الزمن، سطر خلاله العديد من المقالات، وأسس الصحف التي شكلت الذاكرة الجمعية السعودية، واختزن في ذاكرته وكتاباته الأمثال الشعبية، فكان أحد أبرز سدنتها وحافظيها من الضياع، والتحم بهموم المجتمع ليكون أول مطالب بتعليم المرأة ومدافع عن حقها في ذلك. بالدعوة إلى تعليم الفتاة، لأنه إذا شهادة عبد الكريم الجهمان كما سردها لنا في سيرته: مذكرات وذكريات من حياتي. تتميز مذكرات الشيخ الكاتب والأديب عبد الكريم الجهمان بأنه أولاً كتبها في أكثر من كتاب، وتحدث عن حياته وعن رحلاته وعما صادفه من أحداث ومواقف وشخصيات. تتميز بأن الشيخ الجهمان رحمه الله صاحب نظرة ثقافية مستقلة وبعد نظر واستشراف مبكر، وأنه ممن مارس العمل الصحفي والتعليمي مبكراً، وأنه أحد كبار الذين سعوا إلى رفع الوعي المجتمعي الثقافي والفكري. أستاذ عبد الكريم الجهمان كاتب اجتماعي، أو هكذا عرف بأنه كاتب اجتماعي، أو يكتب في قضايا المجتمع، جميع القضايا الاجتماعية، قضايا التنمية، قضايا النهضة، ولكن هو في الأساس هو كاتب أدبي، يعني توجه كتابة أدبية، يعني يصنف من كتاب المقالة الأدبية، ولكن نظراً لاهتمامه بقضايا النهضة وقضايا التنمية انصرف إلى المقالة الأدبية الاجتماعية نظراً لأن الصحافة تستدعي ذلك. بين العامين 13 و14 من القرن العشرين ولد عبد الكريم بن عبد العزيز الجهمان بالقرائن، وهي قريتان متجاورتان في إقليم الوشم بقلب نجد، الأولى الغسلة التي ينتمي لها والده، والثانية الوقف ومنها والدته. لا يعرف عبد الكريم تاريخ ميلاده تحديداً، إذ أرخت والدته مولده تقريباً بخمس سنوات قبل سنة الرحمة، وهي سنة 1918 التي ضرب الوباء فيها أطنابه على الجزيرة العربية مودياً بحياة الآلاف، حتى ترك الديار خلواً من الناس. لم تطل علاقة عبد العزيز الجهمان بزوجته، فقد تطلقا وعبد الكريم طفلاً صغيراً، ولم تلبث والدته أن تزوجت برجل آخر، فذاق عبد الكريم شيئاً من طعم اليتم. عندما فتحت عيني على هذا الكون وجدت نفسي كما أريد لي لا كما أردت، فلم أحظى بعطف الأمومة كاملاً، ولم أحظى بعطف الأبوة كاملاً، فقد افترق والداي بالطلاق في صغري ولم يستشيراني، كنت أنا الضحية بهذا الفراق. عاش الشيخ عبد الكريم الجهمان طفولة صعبة لأسباب، أولها أن المجتمع كله في ذلك الوقت كان مجتمعا فقيرا، يعاني من المرض، يعاني من قلة الفرص، يعاني من الأمراض والأوبئة، هو يعاني أحيانا من الخوف والتفكك، فهي كانت طفولة صعبة. يضاف إليها ثانيا ما يخص الشيخ عبد الكريم الجهمان، أن والده قد تطلق وهو طفل صغير، فتولد
جدته تربيته وعاش بعيدا عن أبيه وبعيدا عن أمه، وعاش كما وصف قريبا من مجتمع كبار السن، لكنه مع ذلك كله، وهذا يدل على إصراره وعلى استقلاليته وعلى قوة شخصيته، يقول: عشت حياتي وطفولتي بالطول والعرض مستمتعا منطلقا بكامل الحرية دون قيود. كان والد عبد الكريم كثير السفر والترحال، لهذا كان عبد الكريم يعيش في كفالة أخواله، يساعدهم في العمل بمزارعهم، ويبحث عن الكمأة في مواطن المطر، ويجني الأعشاب والبقول من المرتفعات الرملية. وحين بلغ عبد الكريم 6 عمره، أدخلته والدته الكتاب بعد مداولات معه ومع والده، حيث تعلم القراءة والكتابة وختم القرآن. لم تكن كل أيام الصغير وقفاً على الكتاب والتعلم، فللعب منها نصيب كبير، وقد كانت الألعاب حينها كثيرة متنوعة، فمنها ما هو للصيف، ومنها ما للشتاء، ومنها ما يختص بالذكور دون الإناث، والعكس بالعكس. وقد كانت هي النافذة لعبد الكريم ليخرج من أجواء الدراسة التي كان يستثقلها، كونها تقيد حريته وتفرض عليه المكوث في مكان واحد وقتا طويلا. كانت الألعاب غير مكلفة، فالأطفال يصنعونها مما يجدونه حولهم من عظام وحجار وخرق وجلود وعصي، بل بعضها كان لا يحتاج إلى أدوات أصلاً، وتعتمد بشكل رئيس على رواية القصص والحكايات التي يسمعها الأطفال من والداتهم وجداتهم. ليس بالضرورة أن يكون وصفه للألعاب الشعبية يعني دافعاً إلى أن يبحث في الأمثال الشعبية أو يعنى بجمع الأساطير الشعبية. صحيح لديه هذا الغرام بتدوين التراث الشعبي، لأنه يعلم حقيقة إن لم يدون هذا التراث أو هذا الموروث فسيضيع، لأنه أيضا يعني تعريفه للأسطورة وللشعبية وللمثل الشعبي بأنه نمط حياة وحكمة حياة. المثل الشعبي حكمة كما هو لدى كل الشعوب في العالم، وكذلك القصة أو الأسطورة بأي مسمى نطلق عليها هذا المسمى هي أيضا قصة حياة. تخرج عبد الكريم من الكتاب بعد سنة أتقن فيها القراءة والكتابة، وصار يقرأ للنسوة بعض السور نزولا عند طلبهن في أوقات عملهن، وكنا كثيرا ما يطلبنا منه قراءة سورة يوسف بالتحديد. وعن هذا الموضوع يقول عبد الكريم محاولا التعرف على سبب اختيارهن هذه السورة بالتحديد: علمت أن سر اختيارهن لهذه السورة بالذات يرمز إلى عواطف الأم وحنانها على أطفالها وخوفها عليهم من الشقاق والتنحر. عندما بلغ عبد الكريم 8 تزوج والده امرأة أخرى، فانتقل إلى بيته وصار رفيقه في السفر والتنقل ورحلات الاحتطاب ونقل البضائع. وحين يطول الطريق عليه يحكي له والده قصصاً وحكايات كثيرة، كقصص بني هلال وحكايات العرب الأوائل وما حصل في حرب البسوس وقصة علياء وأبي زيد وغيرها من القصص التي أنبتت في صدر الفتى حب المعرفة وعشق الأدب. ولأن القرى كانت الكتب والدفاتر فيها نادرة، صار عبد الكريم يدخل المساجد ويفتش في أي كتاب يقع بين يديه، فقرأ المصاحف من الجلدة إلى الجلدة، وقرأ رياض الصالحين والعديد من الكتب الشرعية. يرافق أبوه، يروح للبر أبوه يحش الحشيش يبيعونه أو الحطب، وصار يخاويه يومين 3 في البر، وقت فراغهم يقول له قص لي، فيقص له قصة الكليب وقصة تودد الجارية وقصة تغريبة بني هلال وكذا، فصار يندمج معها. فقد تكون هذه انغرست في ذهنه حكاية الرواية أو القراءة أو القصص أو كذا. بعد سنة ما بلغ 10 شروا حمار وجوا للرياض، مروا بقرى النحمل كلها، كل 4-5 يقفون في قرية يتغدون يتعشون يحاولون أحد يستضيفونه. كان عادتهم إذا شافوا بيت زين ممكن يستضيفهم رموا أحذيتهم الباب داخل البيت عشان يعرفون ترى في ضيف، ويروحون لأقرب مسجد ويجي صاحب البيت ويشوف الغريب ويدعي تفضل
فينادون يتغدى عندهم أو حسب الإمكانيات المتاحة في الوقت يعني. انتقل إلى الرياض ليلتحق بحلقات العلم في المساجد، فدرس هناك النحو والفقه والفرائض والحديث، وحفظ ما استطاع من متون، وبقي في الرياض سنة يدرس ويدرس فيها بعد أن طلبت منه أسرة تعليم ابنتهم. كنت بعيداً عن والدتي وأفراد أسرتي لأنهم في قرية تبعد عن الرياض 200 كيلومتر، أما والدي فكان في الرياض ولا أراه إلا لماما، وإذا لقيته عملني معاملة فتى استقل عن والديه واعتمد في حياته على نفسه. شعرت بأنني صرت رجلاً تركت له طريقة اختيار حياته ومستقبله. كان الأستاذ عبد الكريم الجهمان يعني سخياً وثرياً جداً في مذكراته، ويصف رحلته في مرحلة الطفولة من قرية غسلة في السر في إقليم السر، ومجيئه إلى الرياض مع والده في زيارات متقطعة طبعا، ثم أيضا التحاقه بحلقات العلم في مسجد الشيخ محمد بن إبراهيم بدخنة أو الجامع الكبير أيضا جامع الإمام تركي بن عبد الله، وحلقات العلم عموما على المشايخ الكبار ممن يدرسون الطلاب علوم الدين واللغة. كان الشيخ عبد العزيز بن باز مفصل، وكان يدرس الشيخة بنت الإمام عبد الرحمن أخت الملك عبد العزيز، يدرسها يكتبون لها بالرمل أو بالرماد بالوجار الحروف وكذا، ويعلمون القراءة والكتابة. ضعف بصر عبد العزيز بن باز وصار ما يقدر يدرسها، فطلبوا أو بحثوا عن واحد الصغير السن ما تغطى عنها النساء، فلقوا الجيمان أقرب واحد فجابوه وفرح تحصل مستواه وصار يعني يقرأ ويكتب بشكل أفضل. في العام 1929 وقعت معركة سبلة التي انتصر فيها الملك عبد العزيز على أخوان من طاع الله الذين خرجوا عن طوعه، وفي ذات السنة وسط الاضطرابات انتقل عبد الكريم إلى الحجاز لإكمال طلب العلم، وانضم إلى قوة الهجانة للعمل وتوفير مصروف الدراسة والمعيشة، وباشر أعماله في قلعة أجياد. ولكن سرعان ما وقع اختيار الشيخ محمد بن إبراهيم عليه ليكون من جملة الطلبة المنضمين للمعهد العلمي السعودي على أن تتكفل الدولة بالسكن والقود، فسارع عبد الكريم للانضمام للمعهد والخروج من الهجانة، ومكث فيه حتى تخرج منه بعد 3 سنوات. عبد الكريم الجهيمان أتى إلى مكة يبدو هو وأحد أبناء عمومته في آخر الأربعينات يبحثون عن الرزق وعن العمل، لكن كان عبد الكريم قالوا إنك صغير وكذا ولعلك يعني تتجه إلى فرقة الهجانة، والهجانة هذه تابعة الفرقة العسكرية، والهجانة يعني ما يتعلق بالإبل والهجن، لكنها في الأساس كان المقصود فيها ما يتعلق بسلاح الحدود، وحدود المملكة طويلة جدا لا شك، ودرس فيها هو، وهذه أيضا بداية التدريس فيما يتعلق بالأمور العسكرية. وإلا ما قبل الخمسينات بالنسبة للجندي الذي يدافع ويشارك في القتال كل الرجال مهيئون، الشباب والكهول في القرن 14 النصف الأول من 14 وما قبله 13 والثاني عشر وكذا، كل الرجال الشباب والكهول مهيئون للحرب، لكن فيما بعد لا، بدأت الدراسات العسكرية، وفي وقتنا الحاضر الآن الجندي وهكذا لابد أن يتخرج من معاهد ومن كليات عسكرية مخصصة. توفي والده عبد العزيز أثناء دراسته بمكة، وقد حزن لوفاته جدا، إذ لم يستطع بحسب تعبيره أن يقدم إليه أي نوع من أنواع البر. بعد التخرج رافق عبد الكريم شيخه محمد بن عثمان الشاوي عند تعيينه قاضيا في تربة، ومكث في صحبته سنة ثم عاد إلى مكة ليلتحق بسلك التدريس في مدرسة المعلى عام 1934، فدرس فيها سنة ثم انتقل للتدريس في المدرسة الفيصلية ورقي إلى معاون مديرها. حينها شارك عبد الكريم في وضع المناهج التعليمية وتأليف الكتب الدراسية، فألف في الفقه والتوحيد، وشارك في إعداد كتاب المحفوظات الأدبية لطلاب المرحلة الابتدائية، كما شارك في تأليف كتب التهذيب المدرسية التي تعنى بتفسير بعض آيات القرآن الكريم. هو كان فيها محمد طاهر الدباغ
المسؤول عن التعليم، فكان يشجع المدرسين والطلاب. فهر الدباغ كان منفتح، كان فتح مدارس في بورسودان وفتح مدارس في حضرموت. حتى أحمد سالم باعطب الشاعر كان يقول أنا تعلمت في مدارس الدباغ. كيف في حضرموت؟ قال لنا لما راح من الحجاز استقر في حضرموت فترة وبعدين فتح مدرسة وراح لإندونيسيا ومن هناك رجع للمملكة. بدأ عمر عبد الجبار وعبد الكريم الجيمان يؤلفون في الفقه وفي التوحيد وفي التهذيب وفي الأناشيد، يألفون يعني حسب مأخوذة من كتب محمد عبد الوهاب، ملطفة بأسلوب لطيف وبحسب ما يفهمون الطلاب الابتدائية وكذا. ألفوا كتب دراسية بشكل منفرد للجيمان وفي شكل مشترك مع عمر عبد الجبار. لما راح طاهر الدباغ بعد 10 سنين وتولى محمد المانع ألغى تدريس المواد هذه، صار لازم يقرون النصوص نفسها، كشف الشبهات والمشي لأداب الصلاة وكذا كتاب التوحيد. عندما تولى الشيخ محمد بن مانع مديرية المعارف انتقد كتبي في الفقه والتوحيد وقرر إلغاءها، فكتبت للملك عبد العزيز خطاباً فيه إحصاءات لسقطات هذا العالم، وكانت كتاباتي فيها شيء من الجرأة والتهور، فلم أشعر من الغد إلا ببعض الإخوان يقولون لي إن الشرطة تبحث عنك في كل مكان. وقع عبد الكريم الجهمان ضحية التهور والمجازفة، وبعد تفكر في أمر نفسه قرر أن يسلم نفسه بدل أن يتخفى ويساق قهراً إلى السجن إن قبض عليه، فمكث في الحبس أسبوعاً وعفى عنه الملك عبد العزيز بعدها، فكتب إليه خطاب اعتذار وشكر، وكتب خطاب تعهد بألا يتدخل فيما لا يعنيه. في الواقع كنت أقسو وكنت أتبع أسلوباً فيه شيء من الشراسة، هذا اعتراف من المسؤول. أنا أعترف بهذا، فأنا اتخذت هذا الأسلوب. نعم. ولذلك كان أسلوبي له آثار سيئة بالنسبة إلي. نعم. بالنسبة لي. نعم. كنت أقسو فيها أكثر من اللازم. بعد هذه الحادثة عاد إلى التدريس وتولى أمر الامتحانات، إلا أن كثيراً من الطلاب رسب، وكان من جملتهم أبناء الذوات من أهل مكة، فأرسلوا خطاباً للملك يدعون فيه أن عبد الكريم حرم أولادهم النجاح نكاية في الشيخ ابن مانع، فأمر الملك بإجلاء عبد الكريم إلى موطنه في نجد، وله حينها موطنان: القرائن ديار الآباء والأجداد، والدوادمي مدينة زوجته التي ارتبط بها أثناء تدريسه في مكة. فاختار الدوادمي لأنها واقعة على الطريق الرابط بين العاصمة الإدارية الرياض والعاصمة الدينية مكة المكرمة. حمدت الله على حسن هذا الاختيار، فقد استبدلت أصحاباً أخياراً بأصحاب أخيار، وعشت في هذه المدينة كأحد أبنائها حتى انقضت الأيام على أحسن ما يرام، وكررت حمد الله على حسن المقام وحسن الختام. لم يكن نشاط عبد الكريم في مكة مقصوراً على التدريس، فكتب أولى مقالاته الصحفية فيها، وقد كانت معركة أدبية دينية بينه وبين الشاعر والكاتب السعودي حسين سرحان، الذي رد عليه بمقالة وصفه فيها بحاطب ليل. ولم تتوقف المعركة إلا بأمر النائب العام في الحجاز الأمير فيصل بن عبد العزيز. مع هذا لم تؤثر المعركة الشرسة على صفاء ما بين الكاتبين على قلته، فقد التقيا مرات عديدة بعدها، ولم يكن بينهما إلا الود والثناء والإنصاف. في كتابي المقالة في الأدب السعودي الحديث قسمت ما دار من مناوشات ومعارك وردود ودخول في مصاولات نقدية إلى نوعين: المعارك الأدبية والمناوشات الأدبية، وعرفت مفهوم المعركة ومفهوم المناوشة. فإذا طالت المعركة وتعددت وتشعبت وطال أمدها وزمانها تكون معركة طبعا، إذا طال النقاش الأدبي. وإذا كان النقاش محدودا بمقالتين أو 3 مقالات أو 4 مقالات والمؤيدون أو المعارضون قليلين، فإذا تكون هنا مناوشة. فأنا أعد ما حدث بين الأستاذ حسين سرحان وبين الأستاذ عبد الكريم بن شيمان مناوشة،
والمقال الذي كتبه ردا على السرحان الذي كتبه الجهيمان ردا على السرحان هو أول مقال يكتبه في الصحافة يعني فبداية انطلاقه أصلا إلى الأضواء وإلى العمل الصحفي هو هذا المقال، وكان دافعا دينيا، كان دافعه الحس الديني المفرط، لأن السرحان أتى ووصف الروضة الشريفة، الروضة الشريفة بالمسجد النبوي، ووصف قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال إنه وقف عنده متأثرا وباكيا ومتوسلا وداعيا وما إلى ذلك. هنا أتى الجهمان وقال إنه لا يجوز لك أن تبكي، ولا يجوز لك أن تتوسل، ولا يجوز لك أن تفعل ما فعلت، لأن هذا منهي عنه. في أواخر سنين الحرب العالمية الثانية، وعلى عكس كثير من دول العالم، كانت السعودية تشهد بدايات نهضتها. كان وزير المالية حينها عبد الله السليمان قد انتقل إلى الخارج مع عائلته ومدرس أولاده الخاص الشيخ حمد الجاسر صديق عبد الكريم وزميله في المعهد العلمي السعودي وحلقات الرياض. أشار الجاسر على الوزير بإنشاء مدرسة بالسيح المدينة الجديدة وجعل عبد الكريم مديراً لها، وقد كان. وقد جرت عادة الملك عبد العزيز بزيارة الخرج مرة كل أسبوع، وفي واحدة من تلك الزيارات قرر عبد الكريم أن يأخذ طلابه لزيارة الملك، وأقاموا بين يديه محاورات دينية وألقوا القصائد التي حازت على إعجابه ورضاه. بعد يوم أو يومين من الاحتفال بجلالة الملك عبد العزيز في الخرج، جاءت لوزير المالية برقية من ولي العهد يقول فيها إن مدرسة أولادي ليس فيها مدير، فبعثوا عبد الكريم ليتولى إدارتها وتدريس أولادنا، فتوجهت إلى الرياض عام 1363 للهجرة. بعد فترة قصيرة من تولي مدرسة ولي العهد استعفى عبد الكريم من إدارتها فأعفي كما طلب. كان المسؤول عن تعليم أنجال ولي العهد هو ابن عمي الشيخ عبد الرحمن ابن رشيد العوين، والحقيقة أن الأستاذ الجهمان أخطأ في ذكر الاسم في مذكراته فكتب الشيخ عبد الله العوين، والحقيقة والصواب هو الشيخ عبد الرحمن ابن رشيد العوين. فأيضا اشتغل مع الشيخ عبد الرحمن في تعليم أبناء أو أنجال ولي العهد في هذه المدرسة التي أنشأت بجانب المدرسة الأمراء. كان في الرياض طبعا مدرسة كبيرة وضخمة وهي مدرسة الأمراء. مدرسة الأمراء أمر بإنشائها الملك عبد العزيز الله يرحمه لتعليم أبنائه، واستقدم لها يعني من يعنى بها عناية، أولا أحمد العربي، ثم الشيخ عبد الله عبد الغني خياط، ومساعدة أحمد بن أسد الله الكاظمي. وأراد ولي العهد الأمير سعود أن ينشئ مدرسة على غرار مدرسة الأمراء، لأن مدرسة الأمراء المعنية بأبناء الملك توسعت كثيرا، ويريد لأنجاله وهم كثر ما شاء الله أن يكون لهم مدرسة خاصة. وهكذا أنشئت مدرسة أنجال الملك الأمير سعود ولي العهد التي لاحقا سميت بمعهد العاصمة النموذجي. مكث فترة ربما سنة واحدة، ولسبب أو لآخر طلب إعفاءه لاحقا الجهمان من هذه المدرسة، فقبل اعتذاره الأمير سعود ولي العهد. بعد مدرسة أنجال ولي العهد أرسل الأمير سليمان السديري عارضا على عبد الكريم أن يكون مدرسا خاصا له. لم يتردد عبد الكريم فصار يدرس الأمير سليمان في الأوقات التي يختارها. وحين جاء الحج عزم الأمير على السفر إلى مكة، ففرح بذلك عبد الكريم الذي سيعود إلى مكة أخيرا. بعد أن حج عبد الكريم طلب الأمير عبد الله بن عبد الرحمن أخو الملك عبد العزيز أن يتولى الجهمان إدارة مدرسة أولاده، وقد كان وقتئذ مرتبطا بالأمير سليمان فأخبره بذلك. ولم يتردد الأمير السديري في إجابة طلب الأمير عبد الله قائلا لا بد من إجابة طلب الأمير، فحاجته مقدمة على كل الحاجات. بقي الجهمان مديرا لمدرسة أنجال الأمير عبد الله 5 سنوات أكرمه فيها الأمير، وسر بما يقدمه الجهمان لأبنائه 3 يزيد وعبد الرحمن ومحمد. وفي آخر سنة من إدارته للمدرسة مرض يزيد وطلب من والده السفر إلى مصر لتلقي العلاج، واختار الجهمان ليكون رفيقه في سفره، وكانت هذه أول مرة يغادر فيها عبد الكريم السعودية ليرى العالم.
جلسوا بمصر حوالي 6 شهور، 3 شهور في القاهرة وثلاث شهور في الصيف في الإسكندرية. تعرف على شاف الصحافة وشاف بعض الأمراء يجوا هناك يلتقون معه، وصار يتكلم معهم ويحضر الجلسات الأمير الأمراء مع بعض. شاف محمد التابعي رئيس تحرير لآخر ساعة، محمد وفتلي أباضة في المصور وبعض الصحفيين. صار لأن تعرف الصحفيين المصريين أول شيء يرون الحجاز حج للجميع، ويعتبرون اللي أي واحد من أبناء الحجاز يعتبر من يعني له قيمته ومكانته وكذا. أحدث هذا السفر بالنسبة لي تحولات في تفكير الاجتماعي، فقد خرجت من مجتمع محدود يعيش عيشة محدودة لأرى نفسي في مجتمع يموج بمختلف التيارات والرغبات. رأيت الفرق الكبير بين مجتمع المحدود وبين المجتمع الذي يعج بالصراع والتنافس، فكلما اتسع المجتمع كثرت فيه التيارات والصراعات. تفاجأ الجهمان بعد عودته بوفاة ابنه الأكبر عبد الله، وبتغير حال الأمير عبد الله بن عبد الرحمن معه من الحفاوة إلى الفتور، فاختار أن يستعفي منه فأعفاه، واختاره ابنه الأمير يزيد ليكون سكرتيراً له. لم يكن السفر إلى مصر خروج عبد الكريم الوحيد من السعودية، فقد رافق الأمير يزيد إلى أوروبا ومكث في فرنسا 6 أشهر وزار العديد من الدول الأوروبية. بعد رجوعي إلى الرياض من تلك السفرة الطويلة وبعد فترة قصيرة، استقلت من عملي لدى الأمير يزيد وتوجهت من الرياض إلى المنطقة الشرقية، وكان لي فيها صديق هو الأستاذ عبدالله الملحوق، وقد أنشأ شركة الخط للطباعة والنشر وعرض علي إدارتها فوافقت. الجهمان عمل في شركة للطباعة في المنطقة الشرقية، ويبدو كان هناك مشروع لتأسيس هذه الصحيفة، ولعلها أول الأمر كانت يعني كل أسبوعين، وكان هو الذي يتولى، هو الذي يقرأ المقالات ويجيزها أو لا يجيزها، مع أن كان هناك كثيرين منه يطلبون يعني باسم الحرية وكذا أن يسمح لكل المقالات، ولكن هو يرى أنه لا بد أن تقرأ هذه المقالات وتميز. وفعلا استمرت هذه حتى خلفتها الآن يعني جريدة اليوم الموجودة الآن، هي أساسها هذه الصحيفة التي بدأها عبد الكريم الجهمان. بدأ الجهمان رحلة جديدة في عالم الكتابة والنشر بعد أن تولى إدارة الشركة، فأصدر جريدة باسم أخبار الظهران، كانت منطلقاً لأقلام كتاب المنطقة الشرقية، طبعت أولى أعدادها في بيروت ثم صارت تصدر من الدمام. أخذت أخبار الظهران تكبر شيئاً فشيئاً حتى صارت موضع ثقة من الحكومة والمواطنين لما فيها من مقالات وبحوث ملؤها الوطنية والإخلاص. وبرئاسة الجهمان للتحرير اكتسب خبرة كبيرة في التمييز بين الغث والسمين وما يقال وما لا يقال في المقالات، كما تعلم مما يرد إليه من آراء مختلفة أن يكون متزناً معتدلاً في التعامل مع الأمور، بعد أن كانت الجرأة والتهور سمته في الكتابة. الأستاذ الجهمان يعلم تماماً أن قراءه في الصحف التي نشر فيها مثل أخبار الظهران أو في القصيم أو في الجزيرة أو في الرياض لاحقاً أو في اليمامة، كل هذه المقالات التي كتبها يعلم أن الطبقة التي يتوجه إليهم بكتاباته هم ممن يقرؤون المقالة الصحفية البعيدة عن التزيين والتطرية والتجميل. لاحظ الكاتب الاجتماعي أو الكاتب الزاوية يكتب دائما بصورة مستعجلة، يعني يأتي وقت الزاوية فلا بد أن يكتب. ثانيا تلح عليه الفكرة الاجتماعية أو الوطنية أو التنموية فيكتبها كيفما تأتي، وهو يكتب أيضا بحرارة لا يكتب بهدوء، بعيدا عن الكاتب الوصفي أو الكاتب الذاتي المتأمل الذي يكتب عن خلجات نفسه، فإنه يكتب بهدوء وبأنات فيختار اللفظة المعبرة. كنت بصفتي مسؤولاً عن الصحيفة وما ينشر فيها، أنخل ما يرد إلي من بحوث ومقالات وأخبار، فما يكون سابقاً لأوانه أستبعده، وما يكون مقبولاً يعالج شؤون الوطن والمواطنين أعده للنشر. فالسير المتواصل وإن كان بطيئاً يصل بصاحبه إلى الأهداف التي رسمها لنفسه. في تلك الفترة كتب الجهمان أو وصل إليه مقال بتوقيع محمد بن عبد الله يدعو إلى المساواة في التعليم بين الفتيات والصبيان. ذكر فيه أن الفتى المثقف لن يقبل بفتاة غير متعلمة، فالتعليم يقرب بينهما ويوحد نظرتهما للحياة،
وكذلك فالفتاة غير المتعلمة لن تكون لها القدرة على تربية أولادها تربية صحيحة تناسب العصر الجديد، مما قد يؤدي إلى عزوف الفتيان على الزواج منهم بسبب الجهل. أعجب عبد الكريم بالمقال ورآه معتدلاً عادلاً، فنشره على مسؤوليته، وعندما وقع في أيدي المسؤولين استغربوا هذه الدعوة الجديدة واستدعوا الجهمان للمساءلة. قالوا إن الدعوة إلى تعليم الفتيات أمر سابق لأوانه الذي تخطط الحكومة له، ولهذا فإن نشره يؤاخذ عليه. وكانت النتيجة أن أوقفت عن العمل، وأوقفت الجريدة عن الصدور، وأوقف رئيس تحريرها 21 يوماً. لم يكن الجهيمان طبعاً أول من طالب بتعليم الفتيات في المملكة، هناك من سبقه، الصحافة بالمنطقة الغربية سبقت نجد والحجاب الشرقية لأكثر من 35 سنة، ولهذا أول عدد صدر من جريدة صورة الحجاز عام 50 اللي قبل صدور بريد الحجاز ب24 صدر تطالب بتعليم المرأة. محمد راسم فنان تشكيلي أول واحد يكتب علموها اللي تعلمت الأم تعلم الطفل معناها وكذا، وبعدين أحمد السباعي كان يكتب باسم باسم نساء مستعارة، يعني اسمه مستعارة. فلهذا عبد الكريم الجيمان لما جاء المقال فالعدد أظن 26 باسم ابن أحمد في الدمام نشر المقال هذا. طبعا هو لما كتب مذكراته بعد هذا بخمسين سنة بعد ما تجاوز 90 صار يثلت عليه الأمور، هو قال عبد الله محمد اللي كتب المقال قال في مذكراته، ولكن مو صحيح، ابن أحمد الدمام. توقفت الجريدة 7 شهور أو 6 شهور، سألت ليش وقفت؟ قال يمكن عشان المقال. طيب عدد 32 بعد صدورها بساعدين في واحد اسمه فلان من الخبر كتب مقال يؤيد ما جاء في مقال ابن أحمد ويطالب بتعليم المرأة. كيف كان؟ قال ها هذا ما أدري نسيت. بعدين فهمت بعد 20 سنة من الكلام هذا وبعد وفاة الله يرحمه سمعت إنه في مقال نشر في العدد 43 اللي توقفت في العدد 44 في 29 رمضان عام 76 في مقال واحد اسمه فلان الأنصاري اسم مستعار من الخبر يقول الاستعمار والاستثمار، يقول الاستعمار الغربي يستثمر البلد ويأخذ خيراتها، الاستثمار الشرقي يعني يحيي البلد ويعطيهم كذا وشيء من نوعين. فقالوا لا هذا أسلوب شيوعي قد يكون ما هو باللائق، فلهذا قد تكون هي السبب لأنها ما صدر بعد المقال هذا إلا عدد واحد وتوقفت. خرج عبد الكريم من حبسه وقد عزفت نفسه عن الشركة والصحيفة والمنطقة الشرقية، فغادرها عائداً إلى الرياض بعد أن قدم طلب عمل لوزارة المعارف، فعين مديراً للتفتيش الإداري عام 1957. وأثناء عمله في الوزارة أصبح الجهمان كاتباً ثابتاً في صحيفة اليمامة التي أنشأها الشيخ حمد الجاسر، وقد كانت واحدة من صحيفتين تصدران في الرياض. وتولى الجهمان رئاسة تحريرها مرات عديدة، كما كتب فيها ثلاثية مقالات وزارية لفت فيها النظر إلى جوانب النقص والإهمال غير المتعمد من الوزارات، وهي الوزارة التي لا تقرأ، والوزارة التي لا تسمع، والوزارة التي لا تعمل. إذا أردت لكتابتك أن تكون مؤثرة وتؤدي المطلوب فيجب أن تكون حارة جداً أو باردة جداً، أما أن تكون فاترة فهذا هو الشيء الذي لا قيمة له، وهو يمر غالباً دون أن يحس به أحد ولن يكون له أدنى تأثير. بينما كان الجهمان يكتب عن الوزارات قرر وكيل وزارة المعارف عبد العزيز بن حسن أخذ إجازة يقضيها في رحلة حول العالم، واختار الجهمان ليكون رفيقه فيها. وقبل السفر بيوم كتب الأخير مقالاً عن وزارة الزراعة، وفي بيروت أولى محطات الرحلة تلقى الوكيل رسالة من وزير المعارف آنذاك الأمير فهد بن عبد العزيز يأمر فيها الجهيمان بالعودة إلى الرياض فوراً. الحقيقة أن الجهيمان ليس صاحب مناكفات ومشاكسات، هو يريد أن يوصل فكرة، يعني لم يدخل في معارك كثيرة، هو المناوشة الأولى مع حسين سرحان والمناوشة الأخيرة أو المعركة الأخيرة مع الأستاذ حمد الجاسر في
كتابة بعد أن صدر كتاب الجهمان رسائل لها تاريخ عام 1418، لكن أحيانا المقال يستجلب له الإشكال، المقال الذي يكتبه أو بعض المقالات هي التي تستجلب الإشكال نظرا لسخونة المقال، نظرا لحرارة أهمية الوطنية ولرغبته في الإنجاز ورغبته في التطوير، فأحيانا يخرج المقال حار وساخن أكثر مما يجب. لم يكن الكاتب الوحيدة الذي كان يكتب عن وزارة الزراعة وغيرها من الوزارات، كان كتاب آخرون يكتبون عن ذلك، فكان مثلا عبد الله بن خميس يكتب في القصيم، وكان أيضا وفي اليمامة أيضا عن موضوع الزراعة، وكان أيضا حمد الجاسر يكتب في اليمامة أيضا عن الزراعة وعن توطين البادية وعن تعليمها أيضا وعن إصلاح الطرق وما إلى ذلك وعن التعليم ونشره وأفكار كثيرة من في هذا الجانب من أفكار وطنية. يعني انتهت الرحلة بالنسبة لعبد الكريم ولم تبدأ بعد، وبدأت الأفكار تتكاثر في رأسه عن سبب هذا الأمر، فلعل لهجته كانت شديدة في مقال وزير الزراعة، أو ربما وشى به بعض الحاسدين لوزير المعارف، أو لعله طلب لمهمة أكثر ضرورة من رحلته حول العالم. انتهى الأمر بالجهيمان إلى اعتقاد السببية في مقال وزير الزراعة، ولكن ليس من المصلحة العودة إلى الوطن وحرارة لهجته ما زالت ملتهبة، فاختار أن يؤجل عودته بسبب يبدو منطقياً، فأرسل برقية يشكو فيها من بعض الآلام ويطلب السماح بالتأخر للفحص والعلاج في بيروت. وصلته برقية بالموافقة وتمني الشفاء والأمر بالعودة الفورية حال الانتهاء، ثم لم يصله شيء بعدها، وبقي مسكوتاً عنه شهراً كاملاً، حتى عاد الوكيل عبد العزيز بن حسن إلى بيروت ووجده فيها، وفوجئ بعدم عودته إلى الرياض. عندما علم الوكيل بما جرى اطمأن باله وعاد إلى الرياض، وبعد يومين أو ثلاثة عدت إلى الرياض وأنا لا أدري ماذا ينتظرني. وصلت المطار وخرجت منه سالماً، ووصلت إلى بيتي مستبشراً بهذه البداية المطمئنة، وعلمت أن السبب هو مقالي عن وزارة الزراعة. فهو كتب مقال ينتقد فيها وزارة الزراعة بأنه ميزانيتها اللي يصرف عليها تضيع هباء، كان مفروض نحن نصرف المواصلات عشان يزفلتون الطرق ومهدون الطرق لهذا بدل ما يتلف المنتجات الزراعية وغيرها، والوزارة للأسف ما يبتقرى عشان تطبق الأشياء اللي يبونها اللي يتعجر المجتمع يعني كذا. كان وزير الزراعة وقتها الأمير خالد السديري، خالد بن أحمد السديري هذا خال الأمير فهد، ولهذا هو كتب برقية بعد ما سافروا للأمير فهد إنه أنا أحس أني بتوعك وأحس أني بحاجة إلى مراجعة أطباء هناك وكذا، فأرجو السماح لي بعض الوقت. أرسل البرقية قال لا مانع، بس إنك إذا خلص إن شاء الله تجينا. بعد شهرين من لفتهم على دول أوروبا وغيرها اللي يدرسون فيها وأمريكا طلاب سعوديين لقوه موجود في بيروت. ليش باقيك؟ والله أنا طلبت من وزيرنا أني أبقى عشان العلاج وكذا وتوي خالص الآن. قالوا يلا نرجع سوا، رجعوا للرياض سويا. وصل المطار يقول تلفت يمين يسار أدي بي أحد يقبض علي ولا كذا، ولا في شيء. رحت بكرة الأمير فهد سلمت عليه بالوزارة وقال خالي رجل طيب وحبيب، رح لما وخذ بخاطره وقنعه بكلامك، هو رجل مسامح يعني، والموضوع برد لا مو مثل الأول كان يعني، فراح لما واستسمع منه وانتهى الموضوع. توقف الجهيمان عن الكتابة في اليمامة بعد هذه الحادثة، وتفرغ لجمع ما نشره من مقالات، فجاءت كتاباً من 300 صفحة سماه أين الطريق، وحينها توجه للأدب الشعبي والأمثال مما تورثه السعوديون عن آبائهم وأجدادهم، فجمع موسوعتين هي أضخم أعماله، أساطير شعبية من قلب جزيرة العرب أصدرها مفرقة في 5 مجلدات، والأمثال الشعبية في قلب جزيرة العرب صدرت تباعاً في 10 مجلدات، وبهما لقب بسادن الأمثال والأساطير بعد أن قضى في العمل عليهما 25 عاماً. وبعد أن كتب في اليمامة وتولى رئاسة تحريرها انتقل لمنافستها، فكتب في صحيفة القصيم وتولى رئاسة تحريرها من خلف الستار لأنه كان موظفاً حكومياً، وكتب فيها زاويتين، واحدة باسمه تعالج شؤون الحياة العامة، والأخرى بلا اسم تتناول مجالات شتى تهم المواطن وقتها، وقد أقبل الناس على الأخيرة وأحبوها. ويعزو الجهيمان ذلك إلى خفة روحها وحرارة لهجتها
واختصار كلماتها. فيها بابين هي أسبوعية. الباب الأول باب ذا كليمات باسم المعتدل والمائل، وهذه كان لها تأثير السحر، وكل يقرأها لأن فيها غمزات يعني كلها في صالح البلد. وكان فيه كذلك ركن ثاني غير هذا بعنوان مع الزمن، مع الزمن أنشر فيه كلمات. وقد تكون من ما من خلاصتي أو مما اخترته مما نشر في جريدة القصيم، اخترت بعض المقالات كونت كتابا يبلغ حوالي 350 صفحة باسم آراء فرد من الشعب، وكان فيها حاجات حقيقة خشنة شوي حامية. في تلك الأثناء جاءت دعوة من تونس لرؤساء تحرير الصحف وموظفي وزارة الإعلام، وكان عبد الكريم ممثل صحيفة القصيم في الوفد، فسافر من جدة إلى روما ومنها إلى تونس في خط رحلة تعجب منه الوفد، إلا أنه لم تكن وقتها ثمة خطوط طيران تسير في هذا الخط. استقبلتنا تونس ورئيسها بورقيبة بالترحاب. لم يكن في تونس تلك الأيام فنادق متعددة النجوم، وإنما فيها عدة فنادق بلا نجوم. استمرت هذه الرحلة في ربوع تونس، وكتبت عنها سلسلة مقالات في صحيفة القصيم، وقد اتهمني بعض القراء بأنني قد خصصت بشيء من الهدايا، إلا أنني لم أنل إلا مثل ما نال بقية الوفد، سبحة من العنبر وبرنسا وسجادة للصلاة. وعند العودة إلى السعودية لم يرافق الجهمان الوفد من روما إلى جدة، بل رتب لنفسه رحلة زار فيها ألمانيا وإسبانيا والدنمارك والسويد. بعد أن عاد الجهمان من رحلته أعير للعمل في وزارة المالية لينشئ مكتبا للعلاقات العامة ويصدر منه مجلة شهرية تعنى بأخبار الاقتصاد، فأنشأ بالتعاون مع الدكتور عبدالله القباع مجلة المالية والاقتصاد. وعندما تسلم الملك فيصل مقاليد الحكم بدأت تنتشر في المحيط العربي بعض التيارات والشعارات الثورية، ومن أكثرها انتشارا شعارات حزب البعث والتي تأثر بها بعض الأفراد، واتهم الجهيمان بصلته بهم، إلا أنه بعد التحري تمت تبرئته، واستطاعت الحكومة معالجة الأوضاع والتعامل مع محيطها الملتهب آنذاك، ولم يؤثر ذلك على الداخل السعودي. البعث بدأت أفكاره في نفس هذه الفترة التي كان فيها عبد الكريم الجهيمان. أساس البعث 1932 عاد من فرنسا طالبان سوريان، هما ميشيل عفلق نصراني ماروني وصلاح البيطار مسلم سني، وعندهم هذه الأفكار البعثية، وأساسها يعني بعث الأمة العربية من جديد. وأسس الأستاذان جماعة الإحياء العربي في عام 34 ومجلة الطليعة، وأسسوا حزب البعث العربي في عام 47. وفي بداية الخمسينات كان هناك زكي السوزي عنده الحزب العربي الاشتراكي، فانضم الحزبان حزب البعث العربي مع الحزب العربي الاشتراكي، وكان حزب البعث العربي الاشتراكي وبدأ ينتشر. الشاهد أن هناك رجل في القطيف كان حامت حوله الشبهات، وكان هناك يعني تفتيش وكذا، فوجدت عنده بعض الكتب المتعلقة بالبعث، وضيق عليه ليذكر أسماء ناس يعرفهم أو لهم علاقة بهذا الموضوع، فذكر عدة أسماء من بينهم عبد الكريم الجهيمان، وأوقف يعني فترة من الزمن ثم بعد ذلك أخرجوا. لكن الشاهد أن مسألة الأفكار البعثية الناصرية يعني كانت موجودة في تلك الفترة، والناس يعتقدون أنها فيها خير للعرب وكذا، ولكن جربوها ورأوا أنها كلها لم تفد شيئاً ولم تقدم للعرب شيئاً. قرر حينها الجهيمان إكمال مشروعه في جمع الأمثال الشعبية، فقام بعرض 10 ريالات مكافأة لكل من يأتيه بعشرة أمثال لم يثبتها في كتابه، ومن يأتيه ب30 يهديه الأجزاء الثلاثة التي صدرت في ذلك الحين. أنا أعتقد أن في الأمثال الشعبية من الحكم والعبر والتجارب ما يساوي الأمثال العربية القديمة أو يتفوق عليها في بعض الحالات، وإذا كانت هذه حقيقة واقعة لا أحد ينكرها،
فكيف يخال البعض أن يتجاهلها أو يريد منا أن نتجاهلها؟ والفكرة الصائبة إذا وجدناها فيجب أن نأخذها حتى ولو كان لباسها مهلهلاً أو كان يعلوها بعض الغبار. مال قلبه إلى السفر، فرحل لزيارة دول العالم العربي، وقام برحلة برية في الشمال الإفريقي، وختم رحلاته برحلة حول العالم وثقها في كتابه دورة مع الشمس. طاف فيها العالم منطلقاً من الرياض غرباً ليعود لها من جهة الشرق، كما كتب عن أيامه في فرنسا في كتابه ذكريات باريس الذي يشبهه بعض الباحثين بإبريز الطهطاوي. هذا الثاني مؤلف اللي هو عام 70 هجري تقريباً، يعني 51 ميلادي، ألف كتاب ذكريات باريس، جمع فيه ذكريات وأشياء جميلة، بحيث أني قرنته بين رفاعة الطهطاوي هذا قبله 125 سنة. بس مصر المنفتحة، أول شيء وجود البحر، وجود الموجات الهجرة وعلاقاتهم مع الغير تطورها، وبعدين نابليون لما غزا مصر قبل 150 سنة، يعني تغيرت أشياء كثيرة، يعني فأصبح المصريين سبقوا أبناء المملكة وأبناء بالذات النجد. فألف كتاب ذكريات باريس، ذكر فيها من الأكل والدخل الاقتصادي والوزارات وتنظيمها والتعليم وأشياء كثيرة. وأنهم قبل 3 سنوات أو 4 احتفلوا بدفن آخر أمي كان في فرنسا. بقي الجهمان مخلصاً لصناعة القلم، مكث فيها أزيد من 60 عاماً كاتباً ناشراً جامعاً وموثقاً، وكتب مذكراته وهو ابن 80 سنة وزيادة، إذ ختمها بتأريخ 1992. لم يكن الجهمان شاعراً، إلا أنه قال الشعر وكتبه وقرأه وحفظه، وجمع ديواناً سماه خفقات قلب، الذي تردد في طبعه كثيراً كونه لا يرى قصائده ترقى للنشر، إلا أنه أصدره أخيراً عام 2001، وقد كان آخر مؤلفاته صدوراً. من العجب العجاب أن الإنسان غزا أعماق المحيطات وغزا الكواكب في السماوات، مع أن في جسمه وروحه مجاهل لم يستطع أن يدرك أسرارها أو يسبر أغوارها، بل وقف أمامها عاجزاً محتاراً. ما أضعف الإنسان وما أشد غروره. إلى هنا انتهت مذكرات عبد الكريم الجهمان، وأسدل ستار سرد قصته. مذكرات الشيخ عبد الكريم الجهمان تشمل عمره إلى مرحلة متأخرة، وما وقع له من أحداث مؤلمة وغير مؤلمة، ومشاركته في التعليم وفي الصحافة، وسفره داخل المملكة وخارجها، وتكوينه لأسرته وحياته مع القراءة والثقافة، وبعض معاركه الثقافية والأدبية، إلى أن عاش بقية عمره منعما بالقراءة وبالأسرة وبالعمل الخير الذي مارسه ممارسة فعلية وحقيقية، سواء ببذل جاهه أو ببذل ماله وخبراته وشفاعاته رحمه الله. استمرت قصة الجهمان وعمر حتى بلغ 100، وفي رصيده 10 المقالات و11 مؤلفا ومكتبتين لثقافة الطفل العربي، مكتبة أشبال العرب ومكتبة الطفل في الجزيرة العربية. احتفت به وبعطائه الكيانات والمؤسسات العلمية. واحد من الذين أثروا المكتبة السعودية والعربية بالعديد من المؤلفات والكتب، إنه الأستاذ عبد الكريم الجهيمان. فكرم في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية عام 2001، وكرمته جامعة الملك سعود ممثلة في قسم اللغة العربية عام 2006، ووزارة الثقافة والإعلام في افتتاح معرض الرياض الدولي للكتاب عام 2008. وكان الجزء الأكبر من أعماله الخيرية يصب في مجرى دعم التعليم والمتعلمين. أنا صرت أسبوعياً نلتقي معه جلسات، وصلي مع المغرب ونجي للبيت، ففيه بيت فلة صغيرة قدام مدرسة عمر بن كذا، تشوفها المساكين، قل لي كيف يقضون حاجتهم، قل لي كيف يقضون بس صحتهم الطلاب إذا كانوا يدرسونهم،
وحاجرينهم بهالقفص هذا، كيف يقدروا يستفيدون؟ ما دريت الا راح الا خبر بمشروع جريده، وانا اجي كل اسبوع. شلون يا ابو سهيل ما شاء الله رحت لوزير التربيه والتعليم محمد الرشيد قالوا انك بتسوي مدرسه على حسابك كذا، قال لي بسوي، كل ما اشوف المدرسه العنوان انقهر. وين راح بالحال هالاطفال ذولا؟ فرست لما قلت له وقال لك كثر خيرك والله احنا بحاجه فعلا. قال خليها بشقره، قال لا لا الشقره تجار اللي خلها في اي بلد ثانيه لو قريه في اي بلد. فذكر له التوضيحيه، ذكر له كذا حرض، قال الخارج، قال والله الخارج اللي في ذكريات فيها اول مدرسه اسست في الخارج انا كنت مديرها، فلهذا الخارج. فراحوا السابع وفتحوا مدرسه وسموها مدرسه متوسطه بكريم الشيمان، فتحها الامير امير البلد كان وقتها عبد الرحمن بن ناصر ووزير المعارف. وتناول الأدباء والباحثون حياته ونتاجه الأدبي بالدراسة والتحليل، فصدرت عنه أكثر من 6 مؤلفات ودراسات تناولت جوانب مختلفة من مسيرته المليئة بالعطاء. الحاجة اللي أعتز بها أكثر شيء هي كتب التراث الذي ألفته ورتبته وطبعته وسيبقى خالداً في هذه الكتب، يقرأه الأجيال القادمة. هذا شيء حقيقة أنا أعتز به وأفتخر. في 21 من ديسمبر عام 2011 خسر المشهد الثقافي مؤرخاً كاتباً أديباً أمضى حياته في نشر المعرفة بين الجميع، موثقاً آداب الأوائل ومبرزاً فلسفتهم في النظر إلى الحياة، ليقول لنا تلك شهادتي.